مساء الخير. الشعب أراد، فسقط الرئيس أو أنه يردد هذه ليلتي. زرع النيل حصد بعد 17 يوما البلاغ رقم 1 الذي سلم السلطة عمليا إلى القوات المسلحة المصرية وإن بشكل غير مباشر. فالبيان الأخضر أعلن التأهب وانحاز إلى الشعب ومطالبه التي قال إنها مشروعة، وتمسك بحماية المكتسبات وبطموحات المواطنين وبصيغة بيان القوات المسلحة. انتهى البيان وقضي الأمر، وبدأت السيناريوهات لإخراج المشهد الأخير من مسلسل النظام وتأمين انتقال سلمي لحسن مبارك، هذا إذا لم يكن قد غادر البلاد فعلا. مساء مصر كان حافلا بالتطورات بعدما تدافعت وسائل إعلام أجنبية على تسريب أنباء عن تنحي الرئيس قبل الغد. تبع ذلك أنباء من الحزب الوطني الذي كان حاكما تحدث عن خيار وحيد أمام مبارك، فيما أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس سيوجه كلمة إلى الرأي العام في غضون ساعات، وما إن راج نبأ الرحيل القريب حتى اندفعت الملايين إلى ميدان التحرير وملأت الجسور المحيطة. وكانت اللحظة المؤثرة في نخوة رائد مصري خلع عنه الالتزام العسكري وأعلن انضمامه إلى شعب الميدان داعيا إلى سقوط النظام. وكانت مصر تستعد لجمعة الطوفان غدا، إذ تقرر أن يجري في هذا اليوم تغيير قواعد التظاهر، بحيث يحاصر مبنى التلفزيون المصري أو ما يعرف بماسبيرو، ويجري التوجه إلى مقر الرئيس الذي فاجأ شعبه على ما يبدو وسبقهم إلى الرحيل. وقالت التقارير الواردة من القاهرة إن مبارك اتخذ خطوة التنحي، لكنه يرغب في تسليم السلطة إلى نائبه عمر سليمان الذي اجتمع به مساء اليوم، غير أن قيادة القوات المسلحة استبقت بدورها قرار الرئيس وأعلنت البلاغ رقم 1. أمريكيا أعلن البيت الأبيض أنه يمتنع عن كشف ما سيحدث في الرئاسة المصرية. وعلى الخطة نفسها قال باراك أوباما إنه سينتظر ماذا سيحدث في مصر، لكن مسؤول الاستخبارات الأمريكية لم يمتنع ولم ينتظر، وأكد أن حسني مبارك سيتنحى الليلة. وقال في جلسة استماع أمام الكونغرس إن رحيل مبارك سيكون له كبير الأثر في العملية السلمية في الشرق الأوسط، غير أن الرئيس والتلفزيون المصريان كانا في هذه الأثناء يلعبان آخر أوراق البقاء على قيد الحياة السياسية، مع بث لقطات لمبارك مجتمعا بسليمان، وأن الرئيس ما زال يتلقى التقارير بوصفه رئيسا حسب ما أعلن وزير إعلام النظام المنهار أنس الفقي. فهل يعبر مبارك الليلة؟ وهل يطوف وإلى أي بلد؟ أم إنه غادر مصر فعلا حسب ما أكد للجديد النائب مصطفى بكري؟ مصر في حالة انتظار وترقب لتطورات الساعات الأخيرة للرئيس، والترقب يشمل أيضا البيان رقم 2 للقوات المسلحة المصرية التي انتزعت أقوى أوراق الرئيس وخطفت منه زمام المبادرة. تطورات مصر حجبت الرؤية اللبنانية اليوم عن البلاغ رقم 1 لدار الفتوى التي استعانت بالرئيس فؤاد السنيورة لصياغة بيان تقسيمي خال من الأخطاء اللغوية ومليء بالخطايا السياسية. اجتماع دار الفتوى فجره 4 نواب سنة حضروا للمرة الأولى بوصفهم أعضاء حكيمين في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، لكن المجلس تحول إلى هيئة شرعية يديرها تيار المستقبل، ولذلك حل على المجتمعين القلق من أي تخلي عن المحكمة الدولية، لأن غالبية اللبنانيين سيشعرون بمنطق الغلبة والقهر. ولأن الغالبية تغيرت ألوانها فإن هذا المنطق لم يعد له مبرر، والأكثرية الجديدة ستشعر بالمنطق المعاكس.